صباح الخير من الصين. كل بلد فيه سلبيات وإيجابيات في العالم، لكن صراحة الصين بالإعلام مظلوم كتير كتير، فمسودين صورتها كتير. إن شاء الله حابب أحكي لكم شوي عن السلبيات اللي حسيت فيها أثناء حياتي هون بالصين. السلبية رقم واحد في الصين الأكل والمطاعم. أنا بعرف شو أول شغلة تبادرت لذهنكم في الموضوع هذا، إنه فيران وصراصير ولحم كلاب ولحم حمير مثلا. أنا بكلمكم الآن من أمام مطعم للحمير موجود بالشنغهاي كوان تشان وراي الزبط، وما شاء الله مليان المحل. هي صراحة اللحوم هاي من شغلات يعني موجودة لكن بأماكن محدودة، مش زي ما مصورها الإعلام. السلبية الحقيقية الموجودة بالصين مثلها مثل أي بلد غير مسلم، صعوبة وجود الأكل الحلال. السلبية رقم 2 هي التلوث. مشكلة كبيرة بتعيشها الصين خاصة في المدن الكبيرة مثل بكين، شنغهاي، غوانزو. لدرجة لما تزور بكين في بعض الأحيان بتشوف الجو كضباب بكون، أو كعاصفة رملية، لأنه بعض الأحيان بكون الجو مايل للون الأصفر شوي فبتحسه كعاصفة رملية. السلبية رقم 3 بالصين الزحمة. هاي مشكلة طبيعية في بلد تعداد سكانه ما يقارب 1.3 مليار، فالمدن الضخمة والكبيرة في الصين بتعاني من زحمة صراحة لا تطاق. مكاتب تصريف العملة السلبية رقم 4. أكثر المدن في الصين ما فيها مكاتب تصريف العملة، مثلا عندنا في داليان ما في مكاتب تصريف عملة. تصريف العملة بتم من خلال البنوك، لكن لازم تعمل أوردر مثلا اليوم عشان يلبوا لك الخدمة تاني يوم. تصريف العملة مش خدمة فورية، لازم تستنى عليها يوم كامل. فبالنسبة للطلاب اللي جايين أو اللي بده يقيم بالصين لازم يعمل حسابه من النقطة هاي، لأنها صراحة مهمة جدا. رقم 5 اللي هو أماكن العبادة. إذا كنت مسلم أو مسيحي فمن الصعب في بعض المدن إنك تلاقي كنيسة أو مسجد. مثلا في المدينة اللي أنا بعيش فيها اللي هي داليان تقريبا عدد سكانها 6 مليون نسمة، فيها مسجد واحد وكنيسة واحدة. المشكلة السادسة اللي هي العلاج والدواء. بتقيم بالصين لمدة طويلة فبنصحك تجيب معك مضادات حيوية وبعض الأدوية اللي ممكن تلزمك، ذلك انه الصينيين بيعتمدوا في تركيبة الأدوية تبعتهم على الطب الصيني التقليدي من أعشاب وغيرها، فبتكون المادة الفعالة في الدواء بطيئة جدا، تأثيرها بطيء أو ضعيفة. فعادي جدا إذا أنت انصبت بالإنفلونزا أنه تبلع لك مثلا 15-20 حبة حسب طبعا الوصف اللي بيكتب لك إياها الطبيب. المشكلة رقم 7 اللي هي الحمامات في الأماكن العامة. صعب جدا أنك تلاقي حمام نظيف في مكان عام في الصين. التمنية اللي ممكن تواجهها بالصين هي مش سلبية صراحة، ممكن تكون صعوبة. الصعوبة اللي ممكن تواجهها بالصين كان في رأس السنة الصينية كل المحلات والشركات والدوائر الحكومية بتكون مغلقة لمدة أسبوع كامل إلا بعض البنوك والشركات الخاصة. فإذا كنت بتحب تأكل في المطاعم وما بتحب تطبخ فبنصحك قبل رأس السنة الصينية إنه تأخذ مونتاك لمدة أسبوع كامل. في بعض السلبيات والصعوبات اللي ممكن تواجهها بالصين إذا حابب تقيم في الصين لمدة طويلة. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. هحكي لكم شوي عن الايجابيات الموجودة بالصين اللي بتميزها عن اي دولة تانية موجودة بالعالم.